خالد القبيسي بشركة أبو ظبي لخدمات الطاقة. نحن اليوم موجودين في مؤتمر تكنولوجيا إعادة التأهيل في نسخته الثالثة المقام في إمارة أبو ظبي. طبعا نشوف هذه السنة الثالثة ما شاء الله المؤتمر فيه نمو. أهم الأمور اللي أعلن عنها اليوم استكمال مشروع إعادة التأهيل من الحرم الجامعي لجامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين. المشروع هذا اشتغلنا فيه مع زملائنا من الجامعة ومن دائرة الطاقة في إمارة أبو ظبي مشكورين. ونتطلع إلى تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل مباني أكثر في الفترة القادمة إن شاء الله، تنفيذا لاستراتيجية إمارة أبو ظبي لإدارة الطلب وترشيد استهلاك استخدام الطاقة 2030. طبعا تمهيدا لمؤتمر الأطراف اللي نلعب جزء صغير منه اللي تستضيفه بلادنا الغالية لاحقا خلال السنة هذه إن شاء الله.